هذه أجمعين. أما بعد، السيد الفاضل مدير المدرسة، آباء المعلمين وأمهات المعلمات، زملاء وزميلة الطلبة وطالبات، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، وخير البداية وخير الكلام كلام الله عز وجل. كما القرآن الكريم وقال أحمد إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز القهور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خفتان وهو حسين صدق الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما الآن فمع خديجة الشريف وقارب عمر أسامة أما الآن فعشر وقريبا من الحصان. قول يا عداد. خلاص طلع حد. بان الفساد هنا في الأرض وانتشر. في البر والبحر لا فرط نرى العلل. تبكي السماء. تبكي السماء على أرض معصمة أصابها الضر وباتت تدمع المقلى. أين الرياح التي كانت تغازلها؟ هل جاءت الأرض ريح صرصر بدلا؟ تلك الكوارث ما كنا نشاهدها حتى تملك أعضاء لها نزلا. الناس في فلك فالفكس هددها والعلم منشغل حتى نرى الحيلة. الآن ترعبنا أخبار بيئتنا فمن يخلصنا يسترجع المللا. طش الهواء بغازات مبعثرة تراكمت وأتتنا تحدث الخلل. بالأمس قد غادر الكربون مضجعه من باطن الأرض نحو الجو منتقلا. تلك الأكاسيد والغازات قد عبثت عاثت فسادا إلى الأوزون قد وصلا. أضحى الرذاذ مع الإشعاع يقلقنا قد جاء يملأها من بعد أن نزل. حمض سموم غبار كونت مطرا. حرارة الجو زادت أمسة الجلل. أرى الحرارة ما عادت تفارقنا قد بات أكثرها في البيت معتقلا. يمشي التلوث في الأنحاء قاطبة يهدد الأرض حتى أمس هو البطل. يهدد الأرض حتى أمس هو البطل. الناس تعلم أن الأرض غالية فمن يخلصنا يسترجع الملل. تلك الحياة وأنواع تعيش بها إما مهددة أو تشتكي الملل. إن الأنام بأرض الله قد عبثوا. بالفعل إلى القول بالفعل إلى القول حالا يبدأ العمل. تعالى ننقذ ما يحيا بتربتها حتى نعود ونثريها بما فضل. تعالى ننقذ ما يحيا بتربتها حتى نعود ونثريها بما فضل. حتى نعود ونثريها بما فضل.
بس يا ابني شكرا لك يا أمري وشكرا لكم يا أحباب والآن فلنتقدم لابن الثاني ويعرفنا بنفسه وأكون منصوبا في النشرة إذا كنت كانت وهي الحالة الوحيدة في اللغة العربية التي تكتسب شكرا لك يا أمري وشكرا لكم يا أحباب وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع اللقاء الصحفي مصر بلد سياحي يأتي لها سياح من جميع دول العالم فمنهم من يأتي للمسابقة الترفيه وهذه هي السياحة الترفيهية ومنهم من يأتي للإعلان وهذه هي السياحة الطبية ومنهم من يأتي لزيارة آثار مصر وهذه هي السياحة الثقافية الإسكندرية بلد عريقة فيها الآثار الرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية والتاريخية حيث يتعلق التاريخ والطبيعة كي يرسمان معا لوحة رائعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط طبعا كلنا عارفين عن رحلة الإسكندرية أحب آخذ رأي طالبة من الطالبات عن إيه الأماكن اللي هتحب تزورها هناك تعالوا بيكي سلام هتروح رحلة الإسكندرية بالسلام؟ إن شاء الله أحب أعرف إيه الأماكن اللي بتحب تزورها هناك القلعة ممكن تعرفينا معلومات عن القلعة؟ بنيت القلعة في عهد السلطان قايتباي مكان ممالك الإسكندرية القديم في العصر المملوكي وهي عبارة عن بناء مستطيل طوله 60 متر وعرضه 50 متر وقد تم الانتهاء من البناء بعد عامين من تاريخ إنشائها وإلى أن القلعة دي من أهم القلاع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وقد اهتم بها جميع السلاطين وحكام مصر على مر العصور الثلاثية شكرا لكم أشكرك على هذا الحوار وفي أمل اللقاء بكم في حوار صحفي آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما وفي الختام أشكركم على حسن استماعكم وكانت معكم القاربة نجاة شريف في إذاعة هذا اليوم تحت إشراف الأستاذ محمد شاكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته